مؤسف جدا اللي نقلوا شاشة الجديد واللي بيسجل وقائع إشكال بسيط وقع بين ملحم جونيور من جهة واحدة ومن جهة تانية حدا من إخواته بعد محاولة لتجاهله بمراسم العزاء، حتى أنه بالجناز لوحظ وجوده بآخر المقعد إلى جانب أمه مي حريري الزوجة طبعا السابقة للراحل، وبينه وبين زوج أخته كان واقف الشاعر ميشيل جحا اللي كان لازم يزيح ويترك المكان شاغر لابن الفقيد الكبير. مؤسف اللي صار، ولو كان ملحم بركات بعده عايش ما كان رح يقبل ابدا بهالاساءة لابنه الصغير، وهو اللي رفض دايما التفرقة بين اولاده وحاول جمعهم مع بعضهم حتى النفس الاخير، وبالنهاية ورغم كل اللي صار ما حدا بيقدر يغير واقع انه ملحم جونيور هو ابن ملحم بركات وحامل اسمه كل العمر.